السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم كريم ومحمد في فيديو جديد. موضوع فيديو اليوم هو التلفاز من نوع سامسونج 32 بوصة LCD. كما ترون به عيب في الصورة، من فوق تبدو الصورة غير جيدة ولكن من التحت تبدو الصورة عادية. هذا المشكل أصدقائي من الشاشة، وسوف أريكم السبب الذي جعل هذا المشكل يظهر. كما ترون هنا في هذا الجزء فهو ظاهر كما ترون، وهنا هذا الجزء فهذا المنطقة من البيكسلات، من نقاط البيكسل، فهي متضررة، مما جعل الشاشة من الفوق تبدو على هذا الشكل، من الأسفل جيدة، من الفوق، من الجهة التي بها هذا العيب كما ترون أصدقائي. هذا المشكل له حل أصدقائي، سوف نقوم بتطبيقه الآن، سوف أريه لكم. والآن أصدقائي تابعوا معي، هذا هو شكل التلفاز من الداخل. لحل هذا المشكل أصدقائي علينا بالقيام ببعض التعديلات على التيكون. والتيكون لهذا التلفزيون فهو عبارة عن مسطرة مدموجة مع الشاشة، سوف أقوم ببعض التعديلات عليها فتابعوا معي. إذا أصدقائي هذا هو التيكون للتلفزيون، هذا هو رقمه. لحل هذا المشكل ركزوا معي أصدقائي، علينا برفع فولتية، هذه الفولتية هنا فوف، علينا برفعها، ولرفع هذه الفولتية ترفع يعني حوالي الضعف، لرفعها علينا إزالة هذه المقاومة تي اش، المقاومة الحرارية. هنا كما تلاحظون مكتوب تي اش وهو اختصار لكلمة ترموستر. كما قلت علينا برفع هذه المقاومة، إزالتها لكي ترتفع لنا هذه الفولتية، فولتية الفوف. وأيضا علينا بقطع المسارات سيكا في واحد وسيكا في بي واحد، وهي بإزالة هذه المقاومة الصفرية، رقمها على البوردة هو R104، وإزالة هذه المقاومة الصفرية رقمها على البوردة هو R105. علينا بإزالة هذه وهذه، وبذلك نكون قد قطعنا المسارات سيكا في واحد وسيكا في بي واحد. ومن ثم نقوم بتوصيل سيكا في بي واحد مع الفوف، مع هذه النقطة. هذا ما سنفعل أصدقائي، تابعوا معي. وقبل الشروع في العملية سوف أريكم فولتية الفوف قبل رفع المقاومة تي اش. ها هو التلفزيون مشتعل، سوف أقوم بقياس فولتية الفوف. وكما ترون هنا ناقص 11 فولت. الآن سوف أقوم برفع المقاومة لكي تروا النتيجة، تروا بأن الفولتية تتضاعف أصدقائي. الآن لقد قمت برفع مقاومة الحرارية تي اش، هذا هو مكانها. سوف الآن أقوم بقياس الفولت. كما ترون هنا أصدقائي ناقص 21، كانت ناقص 11 الآن أصبحت ناقص 21، لأننا قمنا بإزالة المقاومة الحرارية تي اش. الصورة تبقى كما هي، لا يوجد تغيير. التغيير يكون عندما أقوم بقطع المسارات سي كاف في واحد وسي كاف في بي واحد، وأقوم بتوصيل سي كاف في بي واحد مع الفوف، وهنا سوف يكون تغيير، تابعوا. والآن لقد قمت بإزالة المقاومة R104 و R105،
الآن سوف أقوم بتوصيل هذه النقطة سي كافي بي واحد، سوف أقوم بتوصيلها مع الفولف. هذا الشكل، وثم أقوم بتوصيلها مع الفولف. على هذا الشكل والآن سوف أقوم بالتجريب. سأربط التلفزيون مع الكهرباء والآن التلفزيون لقد اشتغل. ركزوا في المرآة، انظروا الصورة تبدو جيدة من الأسفل والفوق. وكما رأيتم الآن المشكل لقد انحل أصدقائي، وهي برفع المقاومة الحرارية تي اش وإزالة أو قطع الإشارات سيكا في بي واحد وسيكا في واحد، ومن ثم توصيل سيكا في بي واحد نقوم بتوصيلها مع الفولف. فهذه هي الطريقة أصدقائي. الآن سوف أقوم بتجميع التلفزيون ونرى النتيجة النهائية، تابعوا معي. والآن أصدقائي هذه هي النتيجة كما ترون الآن. الصورة يعني أصبحت مقبولة أحسن مما كانت مع وجود هذه البقعة. البقعة أصدقائي هي سبب المشكل من الأساس، فهنا نقاط البيكسل المتضررة، ولذلك يعني ذلك السبب ظهر المشكل. الآن نأتي إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم هذا الفيديو وأفادكم لا تنسوا دعمي بلايك، وإن كنتم غير مشتركين في القناة انضموا إلينا، وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله. مع السلامة.